Does anybody else have like specific sounds that bother them? For me, it's styrofoam. It's styrofoam. سلام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم جايبه فهد معي عشان نسوي تحدي. معلومه جديده. ايه هذا ما كانوا يدرون ان انا موجود. المهم الترند ان راح ناخذ نشرب ماي ونخليه بفمنا بفمنا زي ما نطالع فيديوهات مضحكه. اللي طلع ماي تبي نسوي عقاب، اللي يخسر عقاب، اللي يخسر عقاب، والفايز راح يفوز مره. يا سلام على المعلومه. فايز فايز والخسران. المهم الحين خلينا نبلش بالفيديو. يلا احنا مجهزين بعض الفيديوهات، خلينا نشوفهم ان شاء الله مضحك. سيارة. باص. طب كمل. سيارة بدون كفرات. سيارة مسوي بريك. كفر منسي. سيارة كفرها إنسان. بطانة. لا ما يسمع. بطانة. Does anybody else have like specific sounds that bother them? For me, it's styrofoam. It's styrofoam. والله تذكرت شيء. انا صح والله عندي شغله هذه. انا ضحكت لان تذكرت شيء. انت ما عندك شيء ينرفزك؟ ما عندك شيء ينرفزك؟ لا. في تعرفون الصوره اللي تلفون جنب تكون شكل وشكل ثاني شكل؟ انا حرفيا كذي. انا هذه عادي بس الصوت عرفتوه هذا. عرفتوا لما انا عشان كذا شفتوا القشه والصحن لما تسوي ينرفز هذا عندي عادي. انا هذا عشان كذا ضحكت على الفيديو. يلا نكمل الفيديو. يلا الزبده يا اخوان نطلب الان من عصير تاي. وشو؟ ابشر ابشر حبيبي بالله 20 ملك شيك. يا اخوي سلمان حلو اسخر يا اخوي سلمان. الزبده يا اخوان دخلت الكافي ذا مضيع المستشفى مثل العمليه الجايه. السلام عليكم حبيبي. بالله 3 كيكه زعفران اوكي. استغفر الله والله مجنون. دقيقه هي تفلت اول. لا انت اول بدايه الفيديوهات لما كان ماسك التلفون. واحد واحد يلا واحد. السلام عليكم جايز. شو غشك عليكم غطيسه من امبروتر مو بوين. اذكر لعبة من ألعاب رياضية تستخدم فيها العصي. يلا ال هذه شنو؟ المضرب شنو؟ ايش اسمه؟ ما أعرف أنا. أنا أقول مضرب. حدد لي نوع اللعبة. ووائل شو يقول؟ اللي بيفصل عليه هو. لا Oh my mom and my sis had to kick my own blood out. They must have forgot I was a crip. ايه ما عرفت افهمها. عشان يشوفونك مشغول وشي. ايه شوف انا قاعد اشتغل بالعيد. هو اللي سفل مو انا. ما تفهم جربت انا. عشان بعلق والله عشان بعلق. لا هذا خلينا نشوف المخرج. عشان بعلق والله عشان بعلق والله. لا تعلق لين ما اخلص الفيديو. كذاب نصاب 2-1. قالت لي بحبك اكتر قلت لها البسك احمر. قالت لي بحبك اكتر قلت لها البسك احمر. لو فعلا بتحبني اسمع مني التريري. لو فعلا بتحبني اسمع مني التريري. يا سر
ما كنت شارب. والله كنت شارب طلعت شنو؟ ماكو هني الغلط طالع. لازم والله اي انا مسوي شيء عشان ابلع. لا لين غشاش آه. والله كنت بالغ لازم تشوف انا كم بطل الحين خلصت انت ما خلصت انا واحد. ثلاثة انا اشرب كمية معقولة عشان لا هو لازم وايد شلون تضحك؟ لا هذا ولا شيء يما مالي امك ولا اي والله كنت قاعد قيزر يزيد هذا غصيت ما جري ايش ذا انا اسالك ايش ذا ما جري مرندا مشروب ساخن مرندا فنتو كيف فنتو مشروب ساخن ابو بسمه عادي سخنتو مشروب الاولين يجي منه نوع بارد ما وش كركده قاعدين اوكي بابا نروح يلا على سماشه نضيق فوقك والله انا لو منك انا جيت وخصيت الفوضى صارت صفرة تحسوني في جهته في مين شروي والله انا لو منك تسيبه تكسر شلون انت ترضاها كذي ترضى ان هي تبدي بدر عليك انت يوسف لا 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 بصراحة مصدومة انا مو صادقة بصراحة انا مو صادقة بدر كم بضحك على هذا صح كلامه ليش ما تابع في الدوار بلعت بالغلط كان المي يغصصني قومي بالمي ما اسمع روحي روحي نفسك هذا فيديو يا جماعه شفتوه توه صار فعلا واقع ليش ما حد يعرف يشرح بالتجاره الالكترونيه الا تحس مصرقعين كلهم يلا حبيت اشارك كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه كتكون لا انا الله بسم الله على قلبك والله اسف Mm-hmm.
الشباب وش الشباب شباب وش بس شباب الحملي بلعت بلعت شبت عشان نقول أربعة خمسة أتوقع عشان يقول والله نشوف بالنهاية نشوف بالنهاية لا يقول لما سو طرقم مالتك هني هذا هني تسولف عصبني الساعة 12 بالليل والله ما يرضى عليك الدنيا دونا لا ولا تسوى حياة بهالوجود دامك انت شكلها تهرب وايد المدرسة هذي في كرة هواء عالق يعني روح لي ماي get cool زين تف تف جيب لي ماي بارد والله والله حر والله قاعد اور خلاص خذ لا مو بارد ايش تبي شفتي بعينك الخمسه Remy, come. Remy, sit. Speak. Good boy. يلا بكت بس عدو يا جي والله انا واحد بالجامعه شي نظاره خلصوا وهذا عشان تريم متبع راح
احتبك مرة ثانية. شوفوا أنا قطت عليه أقوى عسل بالعالم. من عسل؟ أنا. خليت الكت بس ما قدرت أنسى ديتول. المهم يا جماعة وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم الفيديو. إذا تبون جزء ثاني قولوا نبي جزء ثاني عشان نسوي لكم جزء ثاني. إذا حبيت الجزء ثاني. شفتي أحسن. زينب. يب يب. أطشر علي والله. ما راح أطشر. ما راح طش علي. ما راح اطشر. راح اطشر راح اطشر والله ما راح اغرقك. اذا تيف سويت فيني. انت من راح فيني اول. شفتي؟ زين وخر وخر. شوف نور نور. الياهل ضغطي ماي. المهم يا جماعه. شيك نخلص الفيديو هنا والحين لازم انحاش انا ما راح القى نقطه. اتمنى تشوفون شكله قبل وبعد. المهم لا تسوي لايك وسبسكرايب. والله انت تعورني. والعقاب راح اسوي اياها بالانستغرام. مو باليوتيوب. وبس يا جماعه. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب بحبكم وايد. باي باي.